التسكيوين اللي كتعرفوا مدينة تردان. اولا لابد ان نستحضر اهم شيء بهذه المناسبة، ونحن في اطار فعاليات الدورة الثانية لمهرجان التسكيوين لابد ان نستحضر تاريخ هذه المدينة الحاضنة والمحتضنة لهذا المهرجان. مدينة تردد هي خزان ثقافي كبير، خزان تراثي كبير، مدينة لا يمكن أن نتخطاها أو نتجاوزها، مدينة تستحق أن تكون في مصف المدن التراثية العالمية نظرا لتاريخها البعيد. ومن هذا المنطلق قررت وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة أن ينظم مهرجان تسكيوين بمدينة تردانت. كما سبق أن قلت، مكانة تردانت التاريخية والتراثية وكذلك موقع تردانت الجغرافي الذي كان دائما منطقة عبور يربط الشمال بالجنوب إلى عمق أفريقيا. مهرجان تسكيوين في هذه الدورة يعطينا يعني فرصة للتفكير في تراثنا الثقافي وخصوصا الفنون الشعبية أو ما يصطلح عليه بالفنون الأصيلة. كما تعلمون أن هذا الفن أصبح تراثا عالميا إنسانيا مصنفا من طرف منظمة اليونسكو. ليس مجاملة لهذا التراث، ولكن لأنه تراث يضرب في عمق التاريخ ويجسد ملاحم المملكة المغربية عبر التاريخ. لهذا يعني وزارة الثقافة والشباب والتواصل قطاع الثقافة يعني قررت أن تنظم هذا المهرجان وتطوره، ومن خلال هذا المهرجان نحافظ على هذا التراث وفي نفس الوقت نطوره كذلك ونضمن استمراريته للأجيال المقبلة. لا يسعني إلا أن أشكر بهذه المناسبة كل من يدعم هذا المهرجان على رأس عامل إقليم تردانت السيد باشا مدينة تردانت، السيد رئيس مجلس الإقليمي والسيد رئيس مجلس الجماعي وكل مكونات هذه المجالس بطبيعة الحال المنتخبة وفعالية المجتمع المدني، ولا ننسى دور الإعلام والصحافة الذي يواكب جميع الأنشطة الثقافية وهو حاضر معنا اليوم الجسم الصحفي في هذه التظاهرة لكي ينقل هذا المهرجان إلى الشعب المغربي أينما كان، من طنجة إلى القويرة بطبيعة الحال. وبدوري أشكر نساء ورجال الصحافة وأشكر الجميع، وأتمنى إن شاء الله أن الدورة الثالثة أن ترقى إلى مستويات يعني أحسن مما ننتظر، وشكراً.